بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أبنائي الطلبة الأعزاء، طلاب الصف الثامن، حياكم الله في لقاء جديد ودرس جديد من دروس مادة الاجتماعيات الكويت والعالم الإسلامي. ودرس اليوم هو الدرس 12 الذي يتحدث عن الثروة الزراعية والثروة السمكية، سوف نتناولهم بإذن الله تعالى في هذا الدرس. أولا نتحدث عن الثروة الزراعية، عن الثروة الزراعية. فنجد أن العالم الإسلامي يعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة، وتعد الثروة الزراعية طبعا هي المصدر الرئيسي للغذاء في العالم الإسلامي، كما أنها تمثل الدخل الرئيسي ويعمل بها عدد كبير جدا من سكان العالم الإسلامي. تعالوا نشوف من خلال هذه العملية الحسابية نقدر نعرف نسبة العاملين في الزراعة من سكان العالم الإسلامي كم تملو بالمية. نحل هذه المسألة الحسابية حتى نحصل على النسبة 25 زائد 25 زائد 25 ناقص 5 تساوي 25. ها أحسنتم، أسمع واحد حسبها سريعا، 70. 70% يبقى نسبة العاملين بالزراعة في الدول العالم الإسلامي تبلغ 70% من إجمالي سكانه. تعالوا نحدد هذه النسبة ونمثلها على الدائرة البيانية كما تعلمنا سابقا. إذا عندي أي نسبة وأعطاني دائرة بيانية كي أحدد عليها هذه النسبة، أنا طبعا أعرف أن نسبة الدائرة هي 100%. طيب هبدأ أعمل منتصف الدائرة، نقطة في منتصف الدائرة، وأسقط عليها عمود رأسيا من محيط الدائرة أعلى حتى منتصف الدائرة، وأبدأ العد ناحية اليمين مع عقارب الساعة هكذا. طيب أحدد على، طبعا أعرف أن الدائرة كلها 100%. طيب ربع الدائرة 25%، نصف الدائرة 50%، أنا أريد عدد 70، يعني أقل من 3/4 الدائرة بشوية علشان أحدد 70%، وأكتب عليها هذه المساحة كلها 70%، وهي نسبة العاملين بالزراعة في دول العالم الإسلامي، والمتبقي طبعا 30%. تمام أحسنتم يا أبطال. يبقى ممكن يجيني السؤال بهذا الشكل تمثيل على دائرة، وممكن يجيني عليها السؤال في صح الخطأ أو أكمل أو اختياري. نسبة العاملين في الزراعة في العالم الإسلامي تبلغ 70%. طبعا ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي العوامل التي ساعدت على إنتاج الزراعي في دول العالم الإسلامي. وعندي طبعا عوامل عدة توفرت في العالم الإسلامي مما أدى إلى تركز الزراعة وقيام الزراعة على أرضه. من خلال الصور نقدر نرى بعض منها. على اليسار طبعا الصورة الأولى من أعلى نجد أن هذه التربة، التربة الخصبة، توفر التربة الخصبة في دول العالم الإسلامي. أيضا هنا الأمطار، وفرت الأمطار. هذه الصورة تدل على المناخ، أحسنتم، المناخ المعتدل. وأيضا عندي الصورة الأخيرة وهي الأيدي العاملة، الأيدي العاملة. طبعا في الكتاب المدرسي نجد أن هناك هذا الشكل للعوامل التي ساعدت على زيادة الإنتاج الزراعي في دول العالم الإسلامي، متمثلة في 5 نقاط بهذه الشكل كما في الخريطة الذهنية اللي أمامكم: التربة الخصبة، المناخ، وجود البحيرات والأنهار والآبار كمصادر للمياه العذبة، أيضا سقوط الأمطار في كثير من مناطق العالم الإسلامي، كثرة الأيدي العاملة في دول العالم الإسلامي. هذه 5 عوامل ساعدت على زيادة الإنتاج الزراعي في دول العالم الإسلامي. أهم المحاصيل الزراعية في العالم الإسلامي،
إذا تحدثنا عن المحاصيل الزراعية فلابد أن نتحدث عن ثلاث جوانب رئيسية: الحبوب الغذائية والغلات النقدية والفواكه والثمار. الحبوب الغذائية طبعا كما نجد أمامكم في الصور مثل القمح، مثل الأرز، تمام، الشعير، هذه اللي تستخدم في صناعة الخبز وصناعة المكرونات والأشياء هذه، تعتبر هذه تسمى الحبوب الغذائية وهي مصدر أساسي لغذاء الإنسان. بعد ذلك عند الغلات النقدية، وهي اسمها نقدية لأنها تزرع من أجل التصدير والحصول على النقود، مثل القطن، مثل الصمغ العربي، مثل الجوت. طبعا هنشوف ما معنى الجوت بعد قليل. نتناول أولا الحبوب الغذائية. الحبوب الغذائية ويتعد طبعا من أهم المزروعات في العالم الإسلامي. طبعا مساحتها مساحة كبيرة من الأراضي تزرع حبوب غذائية لأهميتها طبعا في توفير غذاء الإنسان، ولكن طبعا إنتاجها لا يكون كبيرا، أو هو ليس إنتاج كبيرا، بل هو يكفي فقط حوالي 14% من إجمالي الإنتاج العالمي. يعني إنتاج العالم الإسلامي 14% فقط من إنتاج العالمي للحبوب الغذائية. هذا مما يعني أنه لا يكفي غذاء العالم الإسلامي، ولا يحصل العالم الإسلامي على اكتفاء ذاتي في غذائه، ولكن يعتمد على الاستيراد من الدول الأخرى. من أمثلة الحبوب الغذائية طبعا الأرز، تمام، حصول الأرز. تعالوا نشوف نحدد أو نحسب نسبة إنتاج العالم الإسلامي من الحبوب الغذائية بالنسبة للعالم. فنجد هذه العملية الحسابية: 10 + 4 + 4 + 4 تساوي، الله، من أسرع بالحساب؟ أحسنتم، 10 + 4 = 14 + 4 = 18 - 4 يعني 14. هذه نسبة إنتاج العالم الإسلامي من الحبوب بالنسبة للعالم أجمع. نحدد هذه النسبة على الدائرة البيانية، نسبة 14% اللي هي نسبة إنتاج الحبوب في دول العالم الإسلامي. نبدأ نعد في اليمين كما تعلمنا، أو نجد هكذا نضع 14%. طيب أكتب أسماء الحبوب الغذائية التي في الشكل التالي. طبعا عندي أول شكل هذا يسمى الذرة، أحسنتم، الشكل الثاني القمح، الشكل الثالث الأرز، أحسنتم يا أبطال، هذه أنواع من الحبوب الغذائية. نشاط 2، من خلال دراستك للأقاليم المناخية علل لما يأتي: تركز زراعة الأرز في ماليزيا وباكستان وأندونيسيا وبنغلاديش. طبعا لأن هذه الدول تتوفر في عدة أشياء بيحتاجها الأرز، وهي طبعا ملائمة المناخ ووفرة مصادر المياه. هذه الدول كلها تجدها أنها عندها وفرة في مصادر المياه، لأن الأرز يحتاج إلى نسبة مياه عالية جدا خلال فترة النمو. الغلات النقدية، ننتقل للجزء الثاني وهي الغلات النقدية، وكما قلنا سابقا أنها المحاصيل التي تزرع من أجل التصدير والحصول على النقد الأجنبي، مثل طبعا القطن والجوت والمطاط الطبيعي وقصب السكر، كل هذه من الغلات النقدية. فهي المزروعات، ممكن نقولها بشكل آخر أنها المزروعات التي تدخل في الصناعة وتزرع بغرض التجارة والحصول على النقد الأجنبي. من أمثلتها طبعا نحن قلنا القطن، وقلنا قصب السكر، وقلنا الزيتون، الصمغ العربي، آسف، هذه كلها أشياء تعتبر من الغلات النقدية اللي بتصدر. فمثال، أعطينا مثال اليوم، هي نبات الجوت. نبات الجوت هو نبات بينمو في المناطق الاستوائية. تعالوا نشوف شكله هكذا،
هذا هو نبات الجوت، ينمو في المناطق الاستوائية، تؤخذ أغصانه وتوضع تحت الماء وتطمر بالطين، تتحط تحت الماء ويدفن عليها في الطين فترة، وبعد أيام تستخرج ويصنع منها الحبال ويصنع منها الأحذية، الحبال والأحذية والحقائب والأقمشة الخشنة. طيب هذا بالنسبة للجوت، يبقى النبات ينمو في المناطق الاستوائية، وهو طبعا تأخذ أغصانه وتوضع في الماء وتطمر تحت الطين، ثم تستخدم بعد ذلك بعد الخروج. طيب ننتقل إلى الجزئية اللي بعدها والأخيرة، وهي الفواكه والثمار. الفواكه والثمار طبعا كلها غالبا الظروف المناخية بتكون محتاجة ظروف مناخية خاصة، ويتركز معظمها في حوض البحر المتوسط، حوالين البحر المتوسط، لأنها بتحتاج إلى درجة حرارة أقل. هذه صور العينات، طبعا نشاط عندي في الكتاب، صور العينات من الفاكهة والثمار والغلات النقدية، مطلوب منك تصنفها في الجدول أمامك ما بين غلات نقدية وما بين فواكه وثمار. تمام، أحسنتم. رقم واحد غلات نقدية، أجد عندي العنب. أي واحدة من هذول، فواكه وثمار ولا غلات نقدية؟ فواكه وثمار، ممتازين. طيب الموز، الموز أيضا من الفواكه والثمار. قصب السكر من غلات النقدية، ممتازين. طيب نأتي إلى قصب السكر، خلاص عندي المطاط الطبيعي طبعا من الغلات النقدية، التمر من الفواكه والثمار، القطن غلات نقدية، الجوت غلات نقدية. تمام، كنا وزعنا هذه الصور وهذه المنتجات الزراعية ما بين غلات نقدية وغلات فواكه وثمار. النشاط الأخير في جزئية الثروة الزراعية يتحدث عن قدم ثلاث مقترحات لتطوير الزراعة في دولة الكويت. طبعا هناك الكثير من المقترحات، نجد أن نحاول أن نختصر جزء منها. أولها طبعا دعم المزارعين ماديا وفنيا، فنيا يعني بالإيه؟ بالمعلومات، وماديا بالأموال. استخدام أساليب حديثة في الزراعة وأيضا في الري علشان ندرة المياه الموجودة في دولة الكويت. الاستفادة من تجارب البلدان المتقدمة في الزراعة، بلدان متقدمة في الزراعة نبدأ نستفاد من الخبرات والتجارب بتاعتها. نبدأ مع الجزء الثاني من الحصة، وهو الثروة السمكية. الثروة السمكية هي الأسماك بأنواعها المختلفة في البحار. فنجد أن مصادر الأسماك الموجودة في العالم الإسلامي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مصادر طبيعية ومصادر غير طبيعية. المصادر الطبيعية هي المصادر التي هي في الطبيعة بدون دخل من الإنسان، مثل البحار والمحيطات ومثل المياه العذبة. هذه الجزئين يعتبروا من مصادر المياه الطبيعية. أما مصادر المياه غير الطبيعية هي التي يقوم بها الإنسان، الاستزراع السمك. عندي معلومة أضف إلى معلوماتك، احتلت أندونيسيا المركز الثاني على مستوى العالم في إنتاج البحري في عام 2014. نحفظ هذا العام ونحفظ هذه الجزئية أو هذه المعلومة عن أندونيسيا، أنها احتلت المركز الثاني. يبقى احتلت أندونيسيا المركز الثاني على مستوى العالم في الإنتاج البحري في عام 2014. أمامنا خريطة للعالم الإسلامي موضح عليها أهم المسطحات المائية وأهم المضائق التي يمر بها العالم الإسلامي. فنجد أن العالم الإسلامي يمر بالعديد من الدول. تعالوا نشوف
الأول المحيطات والمسطحات المائية التي يمر بها العالم الإسلامي عشان نعرف كم هذه المسطحات. أولاً عندي المحيط الهادي، اثنين المحيط الأطلسي، طبعاً في الجنوب عندي المحيط الهندي، هي ثلاث من المحيطات. طيب البحار المفتوحة، عندي البحار طبعاً البحر المتوسط، هذا البحر الأحمر، تمام، هذا طبعاً بحر الخليج العربي، ثم اللي تحت بحر العرب، تمام. هذه أهم المسطحات المائية. نجد أن العالم الإسلامي يمر بمسطحات مائية كبيرة جداً، وهذا طبعاً ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج السمكي لدى دول العالم الإسلامي واعتمادهم عليه كمصدر للغذاء. تعالوا نشوف مع بعض هذا النشاط رقم واحد، بيقول لي أسماء الدول التي تطل على أكثر من مسطح مائي. تعالوا نشوف على الخريطة الدول اللي عليها أكثر من مسطح مائي. نعم، المغرب تطلع على البحر المتوسط، تطلع على المحيط الأطلسي. طيب مصر على البحر المتوسط والبحر الأحمر. إندونيسيا وهي عبارة عن أرخبيل من الجزر في مياه المحيط الهادي. تركيا طبعا بتطل على بحار عديدة، عند البحر الأسود، عند بحر إيجا، وعند بحر المتوسط. هذه أهم البحار التي تطل عليها تركيا. يبقى أقدر أقول أسماء الدول التي تطل على أكثر مسطح مائي، إندونيسيا والمغرب ومصر وتركيا. أسماء الدول الإسلامية التي لا تطل على مسطح مائي، دول إسلامية لا تطل على مسطح مائي أو مغلقة نسميها. هذه الدول تشمل طاجكستان، هذه أفغانستان، هذه النيجر وتشاد ومالي، النيجر وتشاد ومالي، أفغانستان، طاجكستان، تشاد. ننتقل إلى النشاط الأخير عندي وهو اقرأ واستنتج. يعد صيد الأسماك مصدرا رئيسيا للغذاء ومصدرا مهما للدخل القومي في بعض دول العالم الإسلامي، ويعمل بها كثير من السكان. من خلال زيارتك لموقع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وضح أو اكتب أحد إنجازات الهيئة العامة في مجال الزراعة والثروة السمكية. هنكتب هذا الكلام: حرصت الدولة على تنمية الإنتاج الزراعي والثروة السمكية لتغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وبكده نكون انتهينا من درس اليوم، ونراكم إن شاء الله على خير في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.